من وقت ما دخلت النادي الاهلي وبعتبره بيتي، وهفضل في بيتي لحد نهايه مشواري. انا دخلت النادي الاهلي وانا عندي 8 سنين. كان حلمي ان انا العب في الدرجه الاولى. بدات اشتغل على نفسي وبدات افكر ان انا العب في الفيرست تيم. الحمد لله ربنا كرمني، بقى عندي 16 سنه. كان اول ماتش ليا قدام حرس الحدود، يعتبر اصغر كابتن فرقه لان خدت الشاره وانا عندي 21 سنه. يعني فرحتي ما تتوصفش ان انا بلعب في الدرجه الاولى وبحقق بطولات معاه في النادي الاهلي، في اعظم نادي في القاره. بالنسبه لي انا حققت جزء كبير قوي من حلمي، وانك تبسط جمهور النادي الاهلي ده يعني بالنسبه لي انا شعب الاهلي مش جمهور بس. فالنادي الاهلي بيتي ورحلتي معاه مستمره وبطولاتي معاه مستمره، والاحلام في النادي الاهلي ملهاش نهايه.